اما اذا كنا مواصل بنتكلم الكتب. عن ان الكتب لسه ما وصلتش المدارس، ايوه لا الكتب وصلت المدارس، لان ما طبع حصل، من الكتب لحد دلوقتي انا ولادي ما استلموش. 95% التعليم العام و98% من التعليم الفني. يا اذا فندم كان في الكتب، اولياء، بعد اذن حضرتك، في اولياء امور كتير انا واحده جات منهم، لنا، انا جاي منهم لحضرتك شويه فندم. الاستاذه واحده احنا منهم عندنا، تقول لك ما هو ما احنا يمكن هم يقصدوا المدارس التجريبيه. لا يا فندم، انا مدرسه خاصه وبنتي ما استلمتش الكيمستري والبيولوجي لا يا فندم، إذا كان والدراسات مدرسة خاصة، إذا عفوا. كان مدرسة خاصة بيكون حاجتين، إذا كنا بنتكلم عن المدارس الحكومية فأنا بتكلم عن المدارس الحكومية دلوقتي. والمدارس إذا كنا الحكومية الحكومية أنا دافعة لأولاد في مدارس حكومية الفقراء ما استلموش برضه. إذا وفي في كنا المدارس بنتكلم الحكومية، الحكومية عندنا في برضو المدرسة، عندنا برضو إذا وهي كنا أمور معين أنا بقول أولادهم ما لحضرتك، استلموش كتير أنا جدا. بقول لحضرتك إذا كنا بنتكلم عن المدارس الحكومية فده المدارس الحكومية، إذا كنا بنتكلم عن المدارس الخاصة لا الحكومية فربما حضرتك، حضرتك، فربما حضرتك لسه ما دفعتيش مصاريف لا لا اولادك. لا عفوا، انا مسدده الماس والساينس اساسي للمدرسه كلها، ما تسلمش. ده طيب بالنسبه للاعدادي، كل الثانوي يا فندم، الماس كل والساينس. المدارس الخاصه اللي اتفضل. بتاخد كتب من وزاره التربيه والتعليم، تمام، المدارس عليها ان هي تسدد فاتوره الكتب مفيش وتسلم الكلام ده، الكتب فورا، مفيش تسلم الكتب فورا. اذا كانت الهانم اللي على الهواء دلوقتي بتقول انه حتى المدارس الحكوميه ما وصلهاش كتب، تقول لنا مدرسه ايه وفي انهي اداره تعليم؟ اوكي. مدرسة مدرسة بلال ابن ناصر، رباح، ايوه، ومدرسة ناصر حضرتك. بلال ابن رباح 6 اكتوبر، تمام، دي المدرسة اللي احنا فيها لاولادي. ومدرسة ايه يا فندم تاني؟ وفي مدرسة ناصر، وفي مدرسة حافظ ابراهيم به في الهرم. دي مدارس حكومية ولا دي خاصة؟ مدارس حكومية يا فندم. تجريبي؟ لا لا، عربي، حكومة عربي. عربي حكومة وتجريبي، يا فندم. ما المدرسة وعلى فكرة المفروض تبقى المدارس اتنين. دي ما بتسلمش كمان الكتب إلا إذا الولاد سددوا ال 60 جنيه، ودول أصلا لا يا فقراء فندم، لا أساسا. يا فندم، لا يا لا فندم، مش لا يا فندم، عفوا، أنا الربط، مسددة ما انا بنفسي هقول لك الناس اهو، فقراء ما انا هقول حياة. لك يا فندم، ما انا هقول لحضرتك ربط دفع المصاريف باستلام الكتب ده مرفوض تماما، وحضرتك قلت لي دلوقتي هتواصل مع الاخوه في الاعداد يقولوا لي اسم لا المدرستين حصل، اللي أنا حضرتك. معايا حضرتك الـ 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 الأسامي، الولاد مختومين من الأخصائية الاجتماعية، دول على فكرة لهم أولاد شهداء ولا حالات اجتماعية، مش موجود، دول مش حالات اجتماعية معفية، دول طلبة عاديين بس مش قادرين يدفعوا المصاريف اللي هم 60 جنيه، الحكومة رافضة تديهم الكتب. احنا رحنا نشاط اجتماعي فردي خالص من على الفيس، عملنا حاجات زي كده لعدد قليل على نقدر اللي نقدر نعمله، عشان الولاد دول المفروض ان هم يستلموا الكتب بتاعتهم، على الرغم ان قرار الكتب. الوزير ان اول يوم دراسة لازم الولاد يكون الكتب، طيب اذا الماديات كان قرار ملناش فيها. الوزير كده، كانت اذا كان مدرستي قرار الوزير حضرتك عارفاه، اتفضلي. طب ليه ما اتصلتيش بالوزاره؟ ليه ما جيتيش لمكتب الشكاوى بص يا من في الوزاره؟ بص يا فندم، بعد اذن حضرتك، احنا دلوقتي اتفضلي. لما هنروح الوزاره واشتكي وهعمل شكوى، اي حاجه هتحصل هاتي جواز بدون الكلام على المديره الورق. تختار انا حبيت احل الاداره. بطريقه عمليه في حدود امكانياتي، سلمت الولاد الكتب بالطريقه اللي انتوا فرضتوها علينا. المتابعه دي اللي احنا بنروح نقولها وتتحط الورقه الشكوى كورقه في دوسيه جوه جميع ارقام الشكاوى اللي موجوده، تمام. فمش هي دي اللي حلت للولد انه يستلم كتبه. انا مش فارق معايا الورقه اللي اروح اشتكي بيها يا فندم، نحل المشكله من جذورها. وده مش ابني، لا ابني، هعتبر الولد اللي في الحكومه ابني واللي في التجريبي ابني، لان ولاد البلد كلهم ولادنا كلنا. لو كل واحد قال انا مالي، لا، وانا ما بتكلمش، انا قلتها كلمه واحده، قلت لو كل واحد في مدرسه لغات دفع واحد حكومه، اللي الوزاره متمسكه ان ال 60 جنيه ما ينفعش ان الوزاره تتنازل عنها. وفي برامج من البرامج قالت يعني ايه مجانيه التعليم، ما هي مجانيه التعليم هي اللي عملت فينا كده. عملت فينا ايه؟ حضرتك فتحتي اكتر من خمس قضايا في ما هو يا فندم، معلش يعني الواحد استاذ مضغوط. بشير اعذرهم، لان هم فعلا ما صدقوا ان حضرتك يعني حد متفاهم معانا يسمعنا. معلش معاهم، واشكر حضرتك طبعا. بالظبط، معلش، الناس الاساسيه مدام هاله مستحملنا شويه. اذا كان في شكوى في اي مدرسه، اذا كان في شكوى في اي مدرسه ربطت بين تسليم الكتب وبين دفع المصاريف، ده مرفوض تماما، حتى لو كانت مدرسة خاصة. أنا هتواصل مع الإعداد دلوقتي عند حضرتك وآخد أسماء المدارس، وبكرة تروح تتسلم وتاخد رقمي من الإخوة في الإعداد، ولو ما استلمتش الكتب تتصل بيا فورا. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب حضرتك ليه ما بتعملوش خط تواصل مع ما حدش بيرد علينا؟ انا تابعت بالخط ده والله، حاولت اتواصل، ما حدش بيرد علينا. انا تواصلت او حاولت احل حل ايجابي مع حضرتك بالتليفون. عندنا 12 خط، اسمعيني لمده 30 ثانيه. اتفضل. عندنا 12 خط، وعندنا واتساب، وعندنا مكتب شكاوى، وعندنا البرامج زي برنامج الاستاذه هاله تتصلوا من خلاله. عايز ادي حضرتك الاعداد بكره يا استاذه هاله الارقام وتحطيها على الشاشه
طول فتره الحلقه، حاضر. يبقى عملت خدمه لوزاره التربيه. ويبقى كتر الف خير.